انا معتز صلاحات زي ما حكى. انا سوفت وير انجينير بستارت ابس. انا بشتغل باك اند مينلي بي اتش بي ونوت جي اس، ومؤخرا تقريبا من زمان بشتغل فرونت اند، بس مؤخرا بشتغل فرونت اند كل يوم تقريبا من 6-7 اشهر. قبل ما نغوص بالقصة بس بدي اعرف هيك كم في فرونت اند انجينير هون. فرونت اند يعني مش HTML بس، جافا سكريبت كل يوم يعني نص. طيب جميل. طيب في حدا عمره بنا سينجل بيج ابلكيشن، كومبليت سينجل بيج ابلكيشن؟ ايش بنيته؟ شو بنيته؟ ايش الفريم ورك؟ اه لا ايش الفريم ورك؟ كان باك بون. جميل جميل. طيب خلينا نفتح احنا اوبس. طيب نفتح طيب ملاحظة اول شيء البرزنتيشن انا مسويه على ريفل جي اس فريم ورك شو اسمه. خلينا نعرف اول شيء ايش هي سنجل بيج ابلكيشن. السنجل بيج ابلكيشن هو عباره انه انت في عندك ابلكيشن، كل ابلكيشن موجود بويب بيج، ويب بيج واحده لا غير. يعني خلينا نفترض انه في عندنا ويب سايت نيوز. ويب سايت نيوز راح يكون في هوم بيج، كاتيجوريز، النيوز ايتم بيج، كل هاي البيجز. السنجل بيج ابلكيشن فعليا هو ويب بيج واحده اللي راح تكون الاندكس وراح تهندل كل البيجز الثانيه. السيرفر ما راح يكون له دخل بالقصه، انه مش راح يهندل بيج النيوز ولا بيج الكاتيجوريز ولا هاي الاشياء. ايش الهدف من سنجل بيج ابلكيشن؟ هي انه احنا نوفر لليوزر فلويد اكسبيرينس. فلويد اكسبيرينس او يوزر اكسبيرينس يعني اللي يكون ريسبوندنج على الاكشن اللي بيطلبه اليوزر بيكون انستنتلي، يعني زي الطلقه. عشان نفهم هذا الحل لازم خلينا اول شيء يعني نفهم ايش المشكله اصلا، يعني المشكله باليوزر اكسبيرينس بالتراديشنال ويب سايتس. اي يوزر او انت لما تيجي على ويب سايت، تراديشنال ويب سايت، نيوز ويب سايت، تكبس على اي لينك موجود بالويب سايت راح يلود كل الريسورسز الموجوده بهاي البيج. كل ما تروح على بيج راح يلود نفس هاي الريسورسز كمان مره، كل ما تروح على بيج راح يلود هاي الريسورسز كمان مره. ممكن حد يجي يقول طيب ما احنا بنساوي كاشينج. طيب الكاشينج حتى السيرفر راح يرجع 304 انه نت موديفايد مثلا لفايل اوريدي اصلا مكيش على البراوزر. بس مع هيك البراوزر راح على السيرفر قال له شو اخبار الفايل؟ قال له لسه ما تعدل، فبرجع بجيبه من عنده من الكاش. فبالتالي البراوزر راح على شو اسمه؟ راح على السيرفر. فكل ما يروح على بيج انت قاعد بتجيب نفس الكومون ريسورسز الموجوده بكل البيجز. فبالتالي هون اغلب فعليا انت تروح على الهوم بيج، بعدين بتروح على الكاتيجوريز بيج، عندك الهيدر والفوتر، واغلب الاشياء الموجوده بالبيج هي كومون مع كل البيجز، ما في داعي اصلا كان لازم تجيبها. ففكره السنجل بيج ابلكيشن انه انت بس بتجيب من السيرفر او بتروح على السيرفر بس عشان تجيب الداتا اللي انت بدك تعرضها لليوزر. ما بروح على السيرفر عشان اجيب هيدر وفوتر، انا جبتهم وخلصت. انا رحت شيكت من اول مره انه اليوزر لوجن، ما في داعي اروح كل مره اشيك انه اليوزر لوجن، ما في داعي كل مره اروح الود كل الريسورسز اللي حكينا قبل شوي انه تتلود بالبيجز. وهذا بيعني عشان نسوي هذا الشيء معناته انه انا بدي انقل كل اللوجيك الموجود على او اغلب اللوجيك الموجود على السيرفر بدي انقله للكلاينت. يعني اذا مثلا انت بال على السيرفر لما تروح على بيج على كاتيجوريز بيج مثلا كاتيجوريز سلاش ساينس،
بدك تروح بالهيدر بتروح تساوي تضيف كلاس مثلا اكتف على الكاتيجوري تبع الساينس عشان يبين انه هذا الاكتف انه سيلكتد من اليوزر. هذا الاكشن انت مش راح تسويه بالسنجل بيج ابلكيشن من السيرفر، انت بتسويه على كلاينت. فانت لما تروح على السيرفر بس بتجيب منه الداتا تبعت الكاتيجوريز انه شو في اخبار جوا هذا الكاتيجوري، فبترجعهم جيسون. الكلاينت سايد هو اللي فعليا اللي بياخذ كل الاكشنز وكل القرارات وكيف بده تطلع الداتا لليوزر شو ما راح يطلع له، كل هاي الاشياء الكلاينت هو اللي بيحددها. طيب هو هذا اللي حكيناه. فبالتالي السيرفر راح يكون زي كانه اي بي اي اند بوينت انت بتضرب عليها بس عشان تجيب الداتا، مش اكثر من هيك، عشان تجيب داتا جيسون داتا. طيب حسب هذا الابروتش فعليا يعني بيساوي مشاكل او في تحديات بهذا الابروتش، انه انت قاعد بتنقل كل الاشياء وفيش عندك بيجز على السيرفر، فيش عندك نحكي فيزيكال بيجز على السيرفر، ففي تحديات ممكن بتواجهها او انت قاعد بتساوي بهيك ابلكيشن. اول هاي التحديات اللي هي الباك بوتون. انت رحت مثلا، انت في انا في عندي مثلا فوتوز، في عندي ويب سايت بيساوي ليستنج لفوتوز، اليوزر كبس على فوتو. انت على حسب هذا الابروتش انت رحت على السيرفر جبت الجيسون داتا تبعت هاي الفوتو اللي هي مثلا اليو ار ال تبعها، التايتل تبعها كذا كذا كذا، وعرضته لليوزر بس ما تغير اليو ار ال. فانت كيف بدك تبعث هذا اليو ار ال لصاحبك مثلا عشان يشوف هاي الصوره، او حتى لما اليوزر يكبس مثلا باك بوتون يرجع شو راح يصير؟ المشكله الثانيه الاسيو، انه فعليا فيش بيجز، يعني كيف جوجل وين شو بده يروح يدخل يساوي على الويب سايت؟ فيش بيجز. الاناليتكس، انه كمان فعليا الكود تبع الجوجل اناليتكس موجود بالبيج، فكل ما تتلود البيج بيشتغل الكود الجوجل اناليتكس بعد البيج. والاخيره اللي هي ايرور هاندلنج، انه انت جبت الداتا من شو اسمه من او فعليا اوريجينال ويب سايت، انت لما تساوي يكون في عندك لوجيك على الـ على الـ على السيرفر، اذا طلع في ايرور بتحطه بايرور لوج ومشيت الامور. بس على الكلاينت سايد زي خصوصا اذا انت قاعد بتساوي زي ابلكيشن مثلا لبوكينج لتيكتس مثلا للطيران، ابلكيشن البوكيت البوكينج في راح يكون في ريجستريشن بيج، بعدها راح يكون في كونفيرميشن بيج، جزء راح يكون فيها بيمنت كمان، فالبروسيس طويل. فاذا بدك تساوي هذا كله على الكلاينت سايد في عندك مشكله بالايرور هاندلنج، انه اذا صار في ايرور مثلا بالستيب تبعت البيمنت اللي هو انت اصلا شابك فيها مع ثيرد بارتي، فكيف بدك تعرف انه صار الايرور هذا عند اليوزر؟ في حدا عنده فكره كيف ممكن نحل الباك بوتون ايشيو؟ 100 100 هاي جايين. طيب هي هو بيحكي راوت، الفكره انه احنا راح نستخدم الهاش تبع الهاش باليو ار ال. يعني الباك بوتون اصلا كيف بتشتغل؟ انه اذا انت رحت على بيج ثانيه بروح بغير على الهيستوري اوبجكت تبع اللي بالبراوزر، ولما تساوي باك بروح بجيب الباك اليو ار ال اللي انت كنت عليه من الهيستوري. عشان نحل هاي القصه احنا بنصير اي اكشن احنا بنسويه او بدنا اليوزر يرجع عليه كمان مره بنضيف عليه هاش، انه مثلا انا بدي اشوف الفوتو الفلانيه، فالفوتو الفلانيه مثلا الاي دي تبعها اكس، فبحكي له انه x.com/#x1. خلينا نشوفها، نشوف هون نشوف الكود. سوري شوفها لايف، ما بعرفش مبين الكود، واضح الكود؟ طيب انا هون انا في عندي شو اسمه لينك، اللينك حاط له انه هذا التوك لما يكبس عليه راح يطلع هاي الايمج. فلو حكيت له هون
نكبس على اللينك راح يضيف الهاش. لما اسوي باك روح الباك تحلت اليسر. كيف كل يسر انه انت يو نيد تو تشيك الهاش بالايفنت تبع الاون اون هاش تشينج. تمام في شيء مش واضح؟ طيب اوكي راحت. طيب المشكلة الثانية اللي هي الـ SEO، في حدا عنده فكرة؟ طيب الـ SEO جوجل في عندهم ابروتش يسموه Ajax Crawling Schema. Ajax Crawling Schema انه بيحكي لك انه مشكلة الـ URLs حتى اللي فيها هاش انه الهاش فعليا ما بتنبعث على السيرفر. يعني انت لما جوجل بيساوي ريكوست مثلا x.com/hash whatever الهاش البرو بيسوي لها سكيب، السيرفر اصلا ما بيقراها. فجوجل شو بيسوي؟ بروح بيساوي ريبليس لهاش هذا الباترن اللي هو هاش علامه تعجب بالضبط لا اندرسكور سكيب فراجمنت. وهذا هو هسه شغال موجود اصلا الكراولر تبع جوجل هيك بيشتغل. فاذا حدا عنده مثلا اللينكس يعني اوريدي مساوي سنجل بيج ابلكيشن كل اللي عليه انه على السيرفر بصير يهندل اليو ار ال اللي زي هيك. فاذا مثلا انت عندك example.com/hash زي هيك او سلاش نيوز على 1 مثلا انت بدك بصير على السيرفر تقول له اذا اجى اليو ار ال اندرسكور سكيب فراجمنت ايكوال كذا هندله وروح اقرا النيوز اللي الاي دي تبعه واحد بس وبتنحل القصه. فانت بصير بس حتى بالسايت مابس ما في داعي حتى انت تحط انه هذا اليو ار ال، حط اليو ار الز عاديه مع هاش. جوجل لحاله بيسوي لها ريبليس وبيساوي ريكوست كمان مره عندك على السيرفر باليو ار ال الجديد اللي هو اندرسكور سكيب فراجمنت. تمام؟ اذا هون كمان في ال 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 هون لينك هم شارحين بالضبط انه كيف لازم تشتغل او كيف يعني كيف تو كونفيجر هذا الشيء على السيرفر. الريسبونس بالضبط لمين؟ لا جوجل لا، ما انت بدك هندل على السيرفر هذا الموضوع انه بالضبط. نعم بسال انه اذا جوجل كمان مره راح يطلب هذا اليو ار ال راح ترجع له جيسون كمان يعني زي ما هو فعليا بطلبه على بالبراوزر. فليه انت يو نيد هون تو بريبير خلينا نحكي فيرجن HTML فيرجن من هذا اليو ار ال. يعني HTML فيرجن انه والله هذا النيوز هذا HTML تبعه، بس هذا HTML فعليا مش البراوزر اللي انت اللي راح ترجع له اياه، بس جوجل اللي راح ترجع له هذا HTML. تمام؟ طيب الايرور هاندلنج بكل بساطه انت يو نيد تو يعني تو هاندل في التراي والكاتش والايرورز وهاي القصص، وعن طريق الويندو دوت ان اون ايرور بتودي الايرورز اللي بتصير من الكلاينت على السيرفر، بتخزنها على السيرفر، بتخزنها وات ايفر باي طريقه يعني عن طريق الاجكس بتخزنها على السيرفر. طيب اناليتكس جوجل عندهم او
اذا حدا بنتبه انه بالجوجل اناليتكس الجديد تبعهم اللي اسمه ويب اناليتكس او يونيفرسال ويب اناليتكس بيستخدموا اكشنز. فانت يو كان هون جوا الكود الجافا سكريبت بعد ما انت تجيب مثلا نيوز ايتم من السيرفر بتنادي هذا اليو ار ال زي بنادي هذا الكود انه تراك بيج فيو يقول له هوم على نيوز على كذا. فبصير زي كانه انت عندك بيبين عندك بيقول اناليتكس زي كانه اليوزر دخل على ترجن الويب سايت عادي. في طريقه ثانيه من الاناليتكس على جوجل اناليتكس شيء اسمه لو ليفل اي بي ايز. تمام. يو كان بوست اون جوجل اناليتكس تبعته اليو ار ال بدك اياه تضيف له الكوكيز والبيج فيو وكل الاشياء بدك اياها. هي هاي صارت ليجل؟ لا هذا اصلا زمان كنا نسويها هاكينج يا زلمه. لا هاي موجود على الدوكيومنتيشن. جميل. شيء لو اي بي ايز اسمه لو ليفل اي بي ايز. لطيف. جوجل اناليتكس حتى تقول اذا واحد بده يبني اكستنشن كمان بقدر يستخدمه. حلو. This is offline. لا مش من يوزر سيشن. يعني انت يونيت تبعت الكوكي انت بالنهايه. اوكي بس انت بهاي الطريقه you need to catch هذا الاشي تبعثه على السيرفر والسيرفر بينادي اللو ليفل اي بي اي صحيح؟ صح؟ ايه هيك صح؟ كيف انه اليوزر شغال على الويب سايت فانت you need to catch انه والله اليوزر دخل على نيوز مثلا ايتم او نيوز ارتكل تبعث على السيرفر انه اليوزر دخل على نيوز ارتكل والسيرفر بينادي اللو ليفل مش السيرفر تبعته على جوجل اناليتكس اوكي ثرو اجاكس لطيف جميل طيب فخلصنا احنا من التشالنجز نيجي على الاركيتكتشر او كيف ممكن يعني احنا حكينا انه اغلب اللوجيك راح ننقله من السيرفر للكلاينت فبالتالي راح يكون حجم الجافا سكريبت كود اللي انت بتكتبه راح يكون اشي كثير كبير فتهندل هذا الاشي بدك تقسم شغلك ل خلينا نحكي لايرز ففي عندك مثلا سيرفيس تهندل ترانسبورتيشن اللي هي انه كيف تجيب الداتا هاي باي طريقه راح تجيب هاي الداتا وكيف راح شو اسمه وشو لازم تنادي بعد ما تجيب هاي الداتا عندك بروسيسنج سيرفيس انه انت اجت هاي الداتا شو بدك تسوي فيها والاخير اللي هو تمبليتنج سيرفيس انه صار انت عندك ليستنج اوف او اري اوف نيوز اوبجكتس كيف بدك تسوي لهم تمبليتنج كيف بدك تعرضهم انت على جوا البيج جوا الكومبوننت تبعه واخر شيء الراوتينج اللي هو انه احنا حكينا انه احنا راح نستخدم الهاش عشان ننتقل بين البيجز فبيكون عندك مثلا هاش نيوز هاش بيج على 1 هاش كذا هاي كلها هذا بنسميه احنا راوتر طيب نيجي على الفريم وركس يعني او ممكن انت تساوي هذا الشيء خلينا نحكي تشتغل من نيتف انه انت ما بدون فريم ورك تشتغل هذا الشغل كله لحالك بس راح يكون شغل كثير كبير والفريم وركس اوريدي اصلا حلت اغلب المشاكل هاي الموجوده ونظمتها ويعني اتس اوريدي ماتشور يعني بس قبل ما نبدا بالفريم وركس مين يقولوا بيشتغل مثلا جافا سكريبت سنه او سنتين بس طيب من النصائح يعني المهمة انه انت ما تبلش بفريم ورك الا لما تكون فعليا يعني خلص قوي منيح كثير منيح بالجافا سكريبت لانه الفريم ورك راح تبعدك فعليا عن روح الجافا سكريبت نفسه فانت اذا صارت معك مشكلة بالجافا سكريبت او صارت معك مشكلة بالفريم ورك ممكن تتغلب عشان تحلها بس اذا انت اوريدي اصلا قوي بالجافا سكريبت وصارت عندك مشكله بالفريم ورك راح تعرف انت اصلا شو المشكله هل جزء مشكله بالفريم ورك نفسه او يو كان يعني انت تسوي ورك اراوند عشان تحل هاي المشكله طيب من الفريم وركس اللي احنا راح نحكي عنهم اليوم هم باك بون امبر وانجلر طبعا في كثير شو اسمه سنجل بيج ابلكيشن فريم وركس موجودين بس هذول
اكثر 3 فريم وركس بنحكى عنهم يعني بالكوميونتي بشكل عام. خلينا نبدا بالديفينيشنز. باك بون وهي تقريبا ممكن تحكي او اول فريم ورك بهذا الموضوع، اول ام في سي فريم ورك او ام في بريزنتر فعليا، لانه مش ام في سي 100%. هي مينيمال، كثير مينيمال. كل اللي بتقدم لك اياه انه يعني ستراكشر بسيط، كيف بيكون الموديل، كيف بيكون الفيو، كيف بيكون شوي الكنترولر، بس بالاخر انت يو نيد تو هاندل كثير اشياء بالباك بون. فيعني انا برايي انا ممكن اسميها فعليا هي بيس فريم ورك ممكن تبني عليه الفريم ورك تبعك انت، بس فعليا ما بتقدم لك كل وما بتحل اغلب المشاكل الموجوده يعني المشاكل الموجوده وتواجهك بالسنجل بيج ابلكيشن، لانه انت بالسنجل بيج ابلكيشن بدك تركز على البزنس انت تبعك، ما بدك تقعد تحل بمشاكل الجافا سكريبت نفسها. فحكينا ما في داتا بايندينج اللي احنا راح نشوفه لايف كمان شوي. ما في تمبلتنج انجن، فانت لما تجيب الداتا بباك بون انت يو هاندل هاو تو يعني كيف تو تمبلت الداتا هاي، كيف بدك ترسم الاتش تي ام ال تبعها على جوا الكومبوننتس على البيج، وما بتقيدك بستراكشر معين يعني. كمان امبر بالمقابل هي فول ام في سي فريم ورك للسنجل بيج ابلكيشن، كثير كبيره صراحه اللايبرري، بس مشكلتها انه الليرنينج كير تبعها كثير عالي، راح نشوف كيف اصل المشكله تبع يعني بالكود. كمان الديبندنسز تبعتها هي تعتمد على بعرفش اذا حدا بيعرف هاندل بارز. هاندل بارز از تمبلتنج انجن للجافا سكريبت. انا انت في عندك مثلا جيسون داتا بدك تمبلت انجن، انه مثلا في عندك ليستنج، ما في داعي انه انت تروح زي كيف كنا من السيرفر بتلف على مثلا على الـ على الـ على ال اي بتحط فيها الداتا. نفس الشيء التمبلتنج انجن على بالجافا سكريبت نفس الطريقه، يعني نفس المبدا هاي الهاندل بارز. فهو بيعتمد على الهاندل بارز وبيعتمد على جي كويري. فاذا مشكله الامبر انه لسه مش ستيبل، يعني ممكن انت تشتغل مثلا اليوم على ابلكيشن معين، بتروح تساوي ابديت لامبر ولا تلاقيهم مغيرين مثلا اي بي اي معين، فبضرب عندك الكود عادي. فهي لسه مش ستيبل 100% يعني. وغير انه اذا مثلا هاند بارز راحوا غيروا شوي بالاي بي اي تبعتهم، وانت اوريدي اصلا مسوي لها انكلود عشان تشتغل الامبر، كمان نفس الشيء اللي ها امبر راح تضرب. انجولر يعني فعليا امبر زي انجولر، يعني نفس الفانكشناليتيز اللي بتقدم لك اياها انجولر بتقدم لك اياها امبر، بس الطريقه مختلفه تماما. انجولر ما بتعتمد على ديبندنسز، هي يعني خلينا نحكي ون فريم ورك، ما بدك حتى يعني جي كويري اذا ضفتها هذا لك، بس انت يو كان هاندل الاشياء اللي انت كنت تسويها بجي كويري تقدر تسويها بانجولر بدون اي شيء. والحلو بانجولر انها يعني بتحل المشاكل بالسنجل بيج ابلكيشنز بطريقه مختلفه تماما عن باقي الفريم وركس. يعني they introduce الدايركتيفز اللي هسه راح نشوفها، وفي طبعا في شيء خيالي من الدايركتيفز يعني عدد خيالي، وفي ديبندنسي انجكشن والتو واي داتا بايندينج. قبل ما ندخل بالكود بس خلينا يعني من الاشياء اللي بتخليك تحدد ايش الفريم ورك اللي انت بدك تشتغل عليه اللي هو السايز. بالاخر انت على البراوزر بهمك السايز تبع الفريم ورك، يعني اذا الفريم ورك قد الاردن شو استفدنا؟ في الباك بون تقريبا 7 كي بس، لان حكينا اصلا مينيمال واغلب الفانكشناليتيز يعني اللي بتريحك فعليا مش موجوده فيها. بس كمان باك بون في لها ديبندنسز جي كويري او زيبتو هي خلينا نحكي زي جي كويري بالضبط، بتعطيك نفس الفانكشناليتيز بس الفرق انها اصغر من جي كويري، وبعرفش حدا بيستعملها اصلا، بعرفش.
امبر 97 كي ومع الديبندنسز بتطلع 143 كي. هاي طبعا هاي السايزز مينيفايد جيزبت، فمينيفايد جيزب الامبر 147 كي 148 كي راح تحمل. الانجلر بالمقابل ما في لها ديبندنسز ومينيفايد جيزب 44 كي تقريبا. كمان من الاشياء اللي بتخليك تختار، خلينا نحكي فريم ورك عن فريم ورك، اللي هو السبورت تبعه. انه انت صارت عندك مشكله بهمك انه انت تلاقي حدا في عنده نفس المشكله وحلها بطريقه ما. ف خلينا نحكي من الكي بي ايز اللي ممكن تحدد انه قديش بوبولاريتي تبعت الفريم ورك. مثلا ستارز على جيت هاب انجلر 27 كي، باك بون 18 كي، امبر 10 كي، ثيرد بارتي موديولز ال 800 موديول لانجلر بالمقابل 226 و ربش شايف 21. ستاك اوفر فلو كويستشنز طبعا كل اكيد الكل روح على ستاك اوفر فلو. انجلر 94 كي مقابله بباقي يعني مقارنه بباقي الفريم ورك. ف يعني مبين تماما انه انجلر دي موست بوبيلر فريم ورك بهذول الثلاث. طيب نشوف الكود لانه بكفي حكي صراحه. زي ما حكى الستوربرز جمله مشهوره للستوربرز بتحكي لك توركس تشي شو مين الكود بالضبط. يعني حكي فاضي سيبكم من الحكي خلينا بالكود. طيب بدنا نبدا بس بمقارنه بسيطه بين الانجلر والباك بون والامبر بالداتا تو باتا تو داتا بايندينج. تو داتا بايندينج يعني انه انت في عندك كنترولر او فانكشن بالجافا سكريبت جواته فاريبل، وفي عندك بالمقابل هنحكي تمبلت موديل بال HTML. انت بدك لما يتغير على HTML او يتغير شيء على HTML هذا جوا انبوت فيلد او وات ايفر بيتغير جوا هذا الفاريبل مباشر او العكس. هذا اسمه تو داتا بايند. يعني خلينا نشوف مثلا باك بون عشان تساوي هذا الاشي اللي هو عشان تساوي هذا الكود اللي هي هاي الحركه انه انت تكتب جوا بكل بساطه تكتب جوا انبوت فيلد بيطلع جوا التكست تحت. عشان تسويه بباك بون بدك تعرف اول شيء باك بون، بتحط جواتها الموديل، تعرف الموديل سوري. هون الموديل تبعنا نيم طبعا. هون هي الكود بكل شو اسمه انبوت في انبوت فيلد عادي. وهون سبان عشان نحط فيها الفاليو تبعت الانبوت. بدك تعرف موديل وبعدين بساوي لسن على الموديل هذا انه اذا تغير على الموديل يعني تغير على هذا الفاريبل غير السبان هون. تمام. المشكلة هذا فيه له ثيمز كمان تكة. تمام. طيب هاي الموديل بدك تعرف موديل او خلينا نحكي واتريبيوت تبعته اللي هو نيم. بدك تساوي لسن على النيم يعني اذا تغير الـ هذا الاتريبيوت غير ال HTML او خلينا نحكي السبان اللي هون ال HTML اللي جوا هذا السبان. وبالمقابل اذا تغير شيء على الانبوت فيلد على الكي اب تساوي ست للنيم بالهاي الفاليو تبعها. هيك انت بتسويه بباك بون. بانج بي خلينا نحكي امبر بالمقابل
بعد ما اسوي لود خلينا نحكي للديبندنسز تبعت امبر. زي ما حكينا امبر بيعتمد على الهاندل بارز تمليتنج. فامبر عشان اول شيء يشتغل لازم تحكي له انه وين يشتغل، ايش وين المكان جوا البيج تبعتك اللي راح يطلع الداتا تبعته فيها. فبسموه هون بدك تحط هون جوا التمليت الاول اللي هو اسمه اوتليت. اوتليت اللي هو التمبلت تبع او خلينا نحكي كل ابلكيشن تبع الامبر كل الداتا تبعته والفيو تبعه راح يطلع بهذا المكان. وفي عندنا تمبلت ثاني اللي هو الاندكس اللي احنا بدنا نحط فيه نفس الكود اللي قبل شوي او نفس ال HTML اللي قبل شوي. هون الهاندل بارز خلينا نحكي ما تقريبا يعني ما بفهم HTML. شو يعني ما بفهم HTML؟ يعني اذا انت في عندك بدك تساوي ليستنج ل لايتمز ما بتقدر تحطهم بس جوا الاي، او انه اذا انت مثلا بدك تساوي لسن على انبوت فيلد زي ما سوينا احنا فوق بدك تسويه بالهاندل بارز واي، بدك تحط السنتكس تبع الهاندل بارز. يعني لازم تتعلم هاندل بار سينتاكس عشان تقدر تساوي هذا الموضوع. هون الفاليو نيم اللي هو اللي احنا بدنا نساوي عليه لسن. سوري بقى بس هون النيم بالنسبه لامبر اللي هو الموديل اللي هو قبل شوي بباك بون احنا رحنا عرفنا موديل وحطينا الاتريبيوت تبعه نيم. بامبر هذا هو الموديل اللي هو بيساوي عليه نيم، ونفسه هذا الموديل بيحكي له او جوا هذول البريسز معناته اطبعه سوي له برنت لهذا الموديل. هسا امبر بيساوي لسننج على اي تشينجز بتصير على هذا الموديل فلحاله بيعكسه على ال شو اسمه يعني على كل الاماكن اللي بتواجد فيها الموديل هون. فالاوتبوت تبعه نفسه راح يكون نفس الشيء زي يعني انه انت تكتب جوا اوتبوت تبعه زي الباك بون اللي هو اصلا احنا نرجع على انجلر. الطريقه تبعت انجلر ما بتختلف كثير عن امبر بالتو داتا بايندينج، بس الفرق انه انت هون بامبر بانجلر في له تمبلتنج انجن جواته اصلا بلت ان، فانت ما في داعي تو انكلود اصلا تمبلتنج انجن ثاني. والتمبلتنج انجن تبعه ما في داعي تحطه جوا سكريبت تاجز او يعني زي الهاندل بارز. وهون انا بكتب HTML العادي مش انه يعني الهاندل بارز واي نحطه جوا شو اسمه بريسز عشان يفهموا الهاندل بارز. نفس الطريقه هون الان جي موديل الانبوت، هون الانبوت بحكي له الموديل تبعه اسمه نيم وانا بدي اطبع هذا النيم هون بس. هذا هيك بتسويها بالانجلر. طبعا انجلر الانجلر بيساوي اكستند لل HTML. يعني فعليا اغلب شغله على ال HTML ما بفصله عن يعني الكود الاغلب يعني كنا فيها انه اغلب الفانكشناليتيز والاكشنز اللي انت بتسويها بانجلر فعليا بتسويها جوا ال HTML نفسه. فهون مثلا تحكي له ng داش اب هذا بسموه دايركتيف جوا هاي المنطقه. طبعا ng داش اب تقدر تحطه جوا اي كومبوننت عندك بالبيج عشان تعرف المكان المسموح لانجلر انه يشتغل فيه. ها
هون كمان في اكزامبل، يعني خلينا نحكي احنا عرفنا كيف الباك بون بيشتغل، ف يعني اغلب الشغل راح يكون عليك. فانا يعني حضرت اكزامبل ثاني عن انجلر فيرس امبر لانهم كثير قريبين من بعض، وحتى الاكزامبل اللي شفناه قبل شوي تبع تو داتا بايندينج فعليا تقريبا نفس الشيء. بس عشان تعرف نعرف الفرق بين الاثنين اللي هو اخر شيء يا عيسى، سوري لا يا زلمه مشيها يا زلمه. طيب يا زلمه حتى راشد كاتبيني اسمه غلط اسمه. طيب الفكره انه احنا فينا زي فورم نكتب فيه نكتب اسم وبدنا اياه يطلع هون بس. خلنا نشوف شاطر فيكم يقرا هذا الاسم. اجو هذاك. طيب حاب اشوف اورجيكم اول شيء الامبر وايد لحل هاي القصه. هذا الكود تبع الامبر، انه اول شيء بدنا نسوي انيشلايز الابلكيشن، بعدين عرف موديل اللي هو اسنين تايتل، بعدين الراوتر باي ديفولت خلينا نحكي ال امبر بيساوي راوتر باي ديفولت، يعني اللي هو الاندكس او خلينا نحكي الاركيتكتشر تبع الامبر بيشتغل انه في عندك انت راوتر، الراوتر مشبوك مع كنترولر ومشبوك مع فيو، هاي الفيو مشبوكه مع موديل، هيك بيشتغل دائما، فيش اي طريقه ثانيه للشغل. فانت لازم تساوي راوتر بهاي الطريقه اسمه مثلا سبيكرز، السبيكرز راوت تحكي له انه الموديل لما 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 حدا ينادي الموديل رجع له او الداتا تبعت شو اسمه السبيكر اللي هي جوا الموديل، this dot store dot all يعني رجع له كل السبيكرز، وجواته كنترولر بتعرف جواته اكشنز، وطبعا كمان كل ال خلينا نحكي اسم الكنترولر اسم الراوت واسم ال او هون اسم الموديل، هدول خلينا نحكي نيمينج كونفنشن بشو اسمه بامبر. انت ما بتقدر تحطه مثلا سبيكر سمول هون كنترولر، لازم تكون سبيكرز كنترولر. فنحكي له احنا النادي اكشن لما يساوي اد سبيكر بروح بيساوي كرييت نيو ريكورد، بقرا الفاليوز الموجوده جوا الانبوت فيلدز، بعدين بيسيف جوا الموديل، بيسيف الداتا. بالمقابل هيك بيشتغل انجلر، انت بتعرف اب بعدين بتعرف كنترولر، الكنترولر اذا شايفين هاي هذا او هذا خلينا نحكي السنتكس بانجلر بيسموه ديبندنسي انجكشن. ديبندنسي انجكشن يعني انه انا الابلكيشن تبعي او الكنترولر تبعي او الموديول تبعي بيعتمد على كذا وكذا وكذا وكذا، فسوي لي اياهم انجكشن جوا الموديل تبعي عشان استخدمهم جوا الكنترولر. هذا مثلا هون هذا الكنترولر بيعتمد على شيء اسمه دولار سكوب، اي كنترولر بانجلر انت بتعرفه بعطيك الانجلر خلينا نحكي اوبجكت اسمه دولار سكوب، هذا دولار سكوب له اكسس على كل ال خلينا نحكي الكنترولر تبعك، الكنترولر تبعك انت هون كمان بتحدده، احنا حكينا هون عرفت انا الان جي اب على الاتش تي ام ال، الكنترولر جوا الابلكيشن تبعي حطيته على البادي، فالدولار سكوب له اكسس على كل المودلز الموجوده جوا هذا الكنترولر، المودلز اللي هي زي مثلا هذا ان جي موديل نيو سبيكر دوت نيم، انا بقدر ما بدون ما اعرف هناك زي امبر بدون ما اعرف موديل انا بحطه هون وخلص خلصت القصه، بصير موديل ان جي موديل بصير موديل. فالدولار سكوب فيه له اكسس على كل ال خلينا نحكي المودلز الموجوده جوا الكنترولر بلس الاكشنز اللي زي اللي هون.
جد خلصنا يا زلمة خلص. فهون سويت انا initialization بس للنيو سبيكر للموديل وحطيت فيه هاي هون الفاليوز بأد سبيكر. كل بسويه انه بالاخر السبيكرز انا عندي اصلا هون هم جافا سكريبت اري عاديه يعني مش موديل ولا شيء ولا بسوي كرييت ريكورد زي انفر ولا شيء. فكل اللي سويته سويت بوش للنيو داتا جوا الاري فانعكست مباشره على الهيكل بس والسلام وختام. شكرا عادي. على في الجزء الاحلى من الموضوع كريم. يا اولا انا كنت في عندي اولا خلينا نشوف اذا في اسئله. هذا عنده سؤال اي حاجه؟ سؤال انا سمعت انه انجلر نزلوا فيرجن جديد 2.0 هذا الفيرجن 100 هو الجديد ولا القديم؟ لا هذا 1.3 هذا الستيبل هذاك مش ستيبل. لكن ستيبل هذاك فعليا سووا ريفامب لاغلب الانجلر اصلا. فانت يعني في ناس كثير ما حبوا الفيرجن الجديد. بالضبط ولا انا. طيب بدي اسالك هلا انت هون معرف على مستوى الكنترولر انه في ديبندنسي عليه صح؟ تمام اللي هو السكوب. طب هاو كان اي كرييت ا نيو ديبندنسي اون ماي ابلكيشن؟ تمام حسن. اوكي السؤال انه هون احنا سوينا انجكت لديبندنسي بحكي اللي هو دلار سكوب. فكيف بدنا نساوي نيو ديبندنسي بانجلر؟ في عندهم خلينا نحكي او هم بحبوا اللوزلي كابلد كومبوننتس. في عندهم كومبوننتس مثلا اسمها سيرفيسز، كومبوننتس اسمها فلترز، كومبوننتس نسيت. المهم السيرفيسز بالنسبه لهم هي خلينا نحكي مثلا الـ عشان تجيت الداتا مثلا من السيرفر انت بدك تبني سيرفيس. كل بدك تسويه انه تحكي له هون وين راح مثلا هاي اب دوت اي بي اي فاكتور زي ما اتذكر لحظة نسيت شو اسمه فاكتوري لا تنسوش انه معتز مش رح يختفيه طبعا موبايل موجود. اذا في برضو اي سؤال خاصة يتعلق في اشياء يعني كود ديتيلز او كذا راح يكون كثير سعيد انه يجاوبهم عليك. هسه كل الفكره بس باختصار انه انت راح تساوي انجلر مثلا بدك تساوي سيرفيس فبتقول له انجلر فاكتوري تحط تعطيه اسمها زي ما انت سوي زي ما احنا سوينا دولار سكوب بدك تضيف له هون فاريبل بس اسم السيرفيس مثلا الجديد هيك مثلا وهون بقول له اي بي اي فبصير لها اكسس عليك خلص بس هيك هاي الديبندنسي انجكشن. الديبندنسي بتضلها مش انيشلايزد على ما خلاتيها بالكنترولر. نعم الديبندنسي هذه على الكنترولر بتكون على مستوى الابلكيشن معرفه از نيم بس ما بتعملها انستنس منها بالضبط غير لما يشتغل الكنترولر. لما 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 يتنفذ الفانكشن فعليا جوا هذا جوا الكنترولر. في سؤال ثاني ممكن؟ تفضل. طيب في ال HTML ترجع شوي بس على HTML. اوكي. انت هون في ال HTML حاطط زي فور اكزامبل ng submit. تمام. تمام. طب هذه valid؟ valid HTML؟ يعني على W3C أصلاً. Who cares؟ Who cares؟ فور اكزامبل عندي انا ابلكيشن لازم اعمله valid. في other ways work around Angular عملتها عشان لا هيك انجلر بتشتغل هيك. طيب في حدا عنده سؤال؟ لا هو يعني مثلا W3C هذا فاليديشن يعني نوع في نوع من الفاليديشن ما بيكون لا لانه الاتريبيوت مش موجود بالHTML. HTML5
يعني زي مثلا اتريبيوتس ال HTML5 زي الداتا داش كذا، هذا مثلا اتس فاليد، بس هذا مش فاليد. لا تمام تفضل. لو كان في عندي تو كنترول تمام، كيف الكوميونيكيشن بتكون؟ هذا عامل اوبزرفيشن او ريديشن بين تو كنترولرز، بدك تنقل داتا مثلا بينهم كذا. Let's say for example انا عندي تو فونز تو كنترولرز، بعمل تشينج هون او تو ريفاي هذا الفون بالضبط. هسا الديبندنسز بيناتهم يا ما كونتاكت. تمام. هسا حكينا الانجلر بتحب انه يكون الكومبوننتس تبعتك لوزلي كبل، فانت عشان تهاندل هاي القصه انت بتساوي تو كنترولرز زي كانهم منفصلين من بعض، بعدين بتساوي سيرفيس مثلا اسمها شيرد سيرفيس اللي هي بتنقل الداتا بين هاي وهاي. في بالانجلر زي ما السكوب، خلينا نحكي الدلر سكوب، السكوب تبعه هو الكنترولر بس. فانت عندك مثلا دلر سكوب على الكنترولر واحد ودلر سكوب على الكنترولر 2، دلر سكوب ما له اكسس على الفاليوز الموجوده دلر سكوب 2. بس في شيء اسمه دلر روت سكوب، دلر روت سكوب اللي هو فيه له اكسس على كل شو اسمه، على كل السكوبس فعليا، اللي هو خلينا نحكي اللي هو شيرد بين الـ بين التو كنترولرز او السكوبس هذول. فانت بالـ اذا في عندك داتا بدك تنقلها من الكنترولر او الكنترولر الثاني، خزنها بالدلر روت سكوب جوا هاي الشيرد سيرفيس عن طريق الشيرد سيرفيس. بالكنترولر الثاني لما تساوي انجكت لل السيرفيس شو اسمه هاي الشيرد، يو كان اكسس الداتا. تفضل. هلا انت الهاش والهاش نوت اللي فيها كويشن بالضبط، هاش نوت وفي الهاش. طيب اذا انا بدي اعرض على البراوزر عندي x.com الويب سايت، اوكي تمام. بدي احط x.com/r هاي ثرو السنجل بيج ابلكيشن، از ات دوبل سلاش r اي حرف بدون هاش بيها، ايه ما هو انت بدك اول شيء تهندل هذا الشيء من السيرفر، يعني بدك تحط على السيرفر. مش سيرفر، انا بحكي كلاينت سايد. ما هو لازم يكون في سيرفر عشان هاي القصه، عشان هاي القصه لازم يكون في سيرفر. يعني اذا بتعرف لوكال سيرفر لوكال هوست، اذا بتعرف مثلا ووردبريس كيف بيشتغل اليو ار ال ري رايتنج تبعه. بس كنت احكي لك اياها، الهاش نوت اليوزج تبعتها على نيو براوزرز عشان ما تبين على اليو ار ال هاش على الاولد براوزر تبين هاش نوت. هي هاي الفكره اللي بجوز ثلاث ارباع الناس ما بتعرفها. انه كمان مره بس عيدهم عشان اوكي. يو كان يوز الهاش نوت عشان انت تغير اليو ار ال في البراوزر بدون ما تبين فيها حرف الهاش. يو يوز ذا هاش نوت. اوكي تمام. طيب اوكي خلينا نشوف اخر سؤال. الوان انا في سؤال. تفضل. هلا بصراحه تكنيكال مين مأمون، انت كنت انت عملت ستاتستيكال داشبورد واستخدم على سبيل المثال تمام تكون ليش تكون يعني انا هنا صحيح انا نسيتك صحيح كان ببالي السؤال. عشان هو كان كثير سمبل، اتس جاست ا ريبورتنج موديول لاور كومباني يوزرز منا على الويب سايت. It only you have like certain categories وبعمل hits على السيرفر بجيب statistics لهدول ال categories وبعمل زي visualization للداتا charts أو tables أو كذا بسيط. فكان بدي أنا إشي straightforward، يعني بس إنه كان بدي لك يعني عندي لك هو one model كذا view مع API calls لل our web server ولل Google Graphic Library. فما كان بدي كل functionality provided مثلا من Ember أو من Angular. فعشان هيك مفهوم كلامك were more complex. يعني انت راح كان سيك اي وود لوك انتو ايش يعطيني فانكشناليتي اكثر، بس كان بدي اياه سمبل راوتنج انا وسمبل اي باي كولز ودايناميك ابديت على البيج، فما كان محتاج اكثر شيء من الباك بورد. هلا انت انجلر فان. انا انجلر فان بالضبط، انا مروحة انجلر فاناتيك. يلا طيب لكن بدي اعرف كمان الشباب هون شو يعني هون احنا اكشن بس حكينا عن 3 فريم وركس، يعني بدي اعرف كمان اذا في حد بيستخدم شيء ثاني. في الدرون دا سيجل بيج ابلكيشن اسمه درون دا كثير رائعه. كلين كود كمان مره ما درون دا كلام درون دا درون دا بس بعرف هي كمان في لها الفولورز تبعونها السيجنال فاناتكس
بالضبط. هي طبعا اجر ما حدا بيحكي عنها، هي شيء كثير كبير، فيها كثير سيرفيسز، هي عالم بحد ذاتها. الدرون دال من ميزاتها انها تستخدم اصلا اشياء موجوده، يعني تستخدم ريكوير جي اس اوريدي شيء موجود، تستخدم نوك اوت. فهي الليرنينج كيرف تبعها كثير بسيط مقارنه بالانجلر. هذه ميزه الدرون دال، بلس انها كثير برضه كلين كود، يعني كلين فريم ورك، صغيره مش كثير كبيره. جميل. فبتأدي الغرض السنجل بيج ابلكيشن باسلوب سهل كبير. لطيف. برضه إذا في اختراعات جديدة كمان زودوا في الرياكت. ايش بالضبط رياكت؟ رياكت هو مش ام بي سي، رياكت هو الفي بس. اوكي. فانت بتجيب الداتا، وظيفة الرياكت از تو رندرت على الـ على شو اسمه. طبعا ايش الـ ايش الـ او يعني ليش فيسبوك سوى الرياكت؟ وهنا في خلينا نحكي بوينت لازم احنا نحكيها، مع اني انجلر فان بس لازم نحكيها على الانجلر. انه الانجلر كيف فعليا بيساوي تو داتا بايند او تو واي داتا بايند، انه انت غيرت مثلا الانبوت فيلد قاعد بتغير مباشره هناك. الانجلر بيستخدم شيء اسمه ديرتي تشيك. ديرتي تشيك بيضلوا يشيك على الموديل انه تغير ما تغير، تغير 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 كذا كذا. فاذا انت عندك اكثر من 2000 كومبوننت بالبيت، الانجلر راح تعيد.